استئناف فرض العقوبات الأمريكية على إيران ألقى بظلاله على السوق العراقي، فبغداد التي تعتمد بشكل أساسي على الواردات الإيرانية باتت تعيش في مأزق صعب، فمن ناحية لا يمكنها الاستغناء عن ثالث أكبر شريك تجاري بالنسبة لها وهو إيران، ومن ناحية أخرى لا يمكنها خرق العقوبات الأمريكية وإثارة غضب واشنطن حليفها الرئيسي. تجار في السليمانية شمال البلاد عبروا عن قلقهم إزاء استمرار هذا الوضع، مشيرين إلى استحالة الاستغناء عن الواردات الإيرانية لا سيما في فصل الشتاء. جميع المواد نستوردها من إيران، منتجات المزارع العراقية تكفينا حتى أكتوبر المقبل، ولكننا لا نستطيع الاعتماد عليها، فمعظم المواد تأتينا من تركيا أو إيران، وفي السليمانية بالتحديد نعتمد بشكل أساسي على الواردات الإيرانية. بالنسبة لطهران يعتبر العراق ثاني أكبر مستورد للسلع، حيث كشفت غرفة التجارة الإيرانية أن قيمة الصادرات إلى بغداد يومياً تقدر بعشرين مليون دولار، فيما عبر مراقبون عن تخوفهم من دخول السوق العراقية في حالة ركود في حال استمرار العقوبات. وتتركز الصادرات الإيرانية على المنتجات الغذائية والكيماوية والطاقة إضافة إلى مواد البناء. إلين يوسف، العربية.